السلام عليكم يا احلى متابعين. بنبدا كلامنا بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه واتم التسليم. وما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل جديد بنعمله. رجعنا لكم نكمل معاكم دراما لورد نسر الثلج. المره اللي فاتت وقفنا عند لما دونج ادى الدواء المسمى بطاقه شيطانيه لكيو علشان يأذيها، بس اللي حصل ان قوتها الاسطريه اتنشطت وبتطير في الجو، واول ما قوتها بتنفجر بتعمل هاله حواليها بتقضي على كل الشياطين وتمسحهم من على الارض. الكل كان متفاجئ ومصدوم، ما كانوش عارفين ان ممكن كيو تكون بتتمتع بكل القوه دي. ساعتها دونج بيبعد عنهم وبيروح يبعت رساله لتشين، بس قبل ما بيبعتها كانت المعلمه سو شافته وعرفت انه خاين وانضم لطائفه الشيطان، وان هو الجاسوس اللي كان بيبوظ لهم خططهم. الاثنين بيتقاتلوا سوا لغايه ما دونج بيتصاب وبيقع على الارض لانه ما كانش في نفس مستواها القتالي، هي اقوى منه بمراحل حتى بعد ما امتلك القوى الشيطانيه. ساعتها المعلم سيونج بيجي، ولما بتقول له ان دونج هو الجاسوس بتتفاجئ ان سيونج هاجمها وبيحاول ان يقتلها، وبتكتشف انه ما اتصابش بالسم الشيطاني وهو بيعالج باجو ولا حاجه، وان هو فعلا الجاسوس زي ما مي كانت شاكه. دونج نفسه كان مصدوم، ما يعرفش ان واحد من المعلمين الكبار هو نفسه يبقى جاسوس ضدهم. وفي ثانيه بيتنكر في هيئته الشيطانيه، وبيجو يون هو كمان يشوف ايه اللي بيحصل، وبيطلع هو كمان جاسوس وبيقتل سو اول ما بيقرب منها علشان ما تلحقش تقول حاجه لهاو. لما هاو بيسأله ايه اللي حصل، يوم بيقول له معرفش انا لسه واصل ما شفتش اي حاجة، وبيغفله وبيضربه في لحظة. وهاو مش مستوعب ان اقرب واحد ليه من المعلمين طلع خاين هو كمان. الاتنين بيتقتلوا، بس يوم بيقدر يتغلب عليه ويصيبه في مقتل. بعدها بثواني الكل بيوصلوا، سيونج ويوم في وسطهم كأنهم ما يعرفوش اي حاجة، وبياخدوا هاو وبيبدأوا يعالجوه بقواهم الروحية، بس هو كانت اصابته خطيرة جدا ومفيش امل من العلاج، فبيطلب من الكل انهم يسيبوه مع بيونج يو لوحدهم. وقتها كان بيونج يوم منهار وزعلان على المعلم بتاعه انه اتصاب وهيموت وما كانش عارف يساعده ازاي، وهو بيطلب منه انه يركز على نفسه ويتدرب اكتر واكتر لانه اكتر تلميذ هو بيفتخر بيه، وبيحكي له عن مو يانج تشين وحكايته معاه علشان يتعلم وما عملش زيه، وان مو يانج تشين كان طالب متميز وقوي جدا وبيتدرب باستمرار علشان يكون هو المقاتل رقم واحد في المدرسه، وكان مترشح انه يخلف هاو في رئاسه المدرسه. بس في يوم واحد من المتدربين بيهجم على هاو وكان عاوز يقتله، بس تشين بيدافع عن معلمه وبيضرب الطالب ده وبيستخدم قوة مظلمة. ساعتها هو بيتصدم انه بقى بيمارس السحر المظلم من دم طائفة الشياطين، بس تشين بيأكد له انه كل الحكاية قرا كتاب في المكتبة بس من القسم السري، وكان بيجرب الحركات اللي فيه وقلبت معاه بقوة خارقة، فحب الموضوع انما ما كانش قاصد انه يمارسها عن عمد. هاو بيكتفه وبيضربه بالكرباج عقابا له وبيطرده من المدرسة. ولما هو بيحكي كل ده لبيونج يو بيقول له انه ندمان انه ما صدقش تشين، يمكن لو كان صدقه وسامحه على الغلطه دي ما كانش وصل وبقى بالشر ده، ورغبته في الانتقام والسيطره وصلت لاقصى مدى. وبعدها هو بيموت وبيونج يو كان منهار حرفيا. في الوقت اللي هولان وزعيم الشياطين بيعرفوا ان روح التلج اللي انفصلت من جسم زعيم الظلام يوم المعركه الكبرى لما المعلمين السته ختموا على جسمه بالسحر وحبسوه في التابوت البرونزي، روح التلج دي كانت دخلت في جسم كيو ما اتدمرتش ولا حاجه، وبيفرح جدا انها ما اتدمرتش لانها هتخليه يرجع لجسمه بشكل اسرع. وولان بيقول للزعيم ان ختم التابوت البرونزي مازال متصل بحياه المعلمين السته ولازم يموتوا علشان يعرفوا يفتحوه. وولان بيبدا يفكر في طريقه ياخد بيها روح التلج من جسم كيو. بعدها كانت جنازه هاو وسو، وقتها كان يون وسيونج حاضرين ولا كانهم هم اللي قتلوهم، وده كان المعنى الحرفي ليقتل القتيل ويمشي في جنازته. بس مي ما كانتش ساذجه زي الباقيين، فبعد ما بيخلصوا المراسم بتقول قدام الكل ان سيونج هو الجاسوس والخاين اللي بيشتغل لحساب طائفه الشيطان. دليلها كان علامه المس اللي في ايديه، وبتتحدى انه يكشف ايده علشان يتاكده. ولما مي بتهاجمه كيو باي بيدافع عنه بتصدلها. ساعتها يوم بيقطع كم سيونج، والكل بيتفاجئ بعلامه مس الظلام في ايديه وانه فعلا جاسوس. شينج كان مصدوم جدا. في الوقت ده كان كيو فات، ولما بتتكلم مع تشي بتفتكر اللي حصل وان دونج هو اللي ادالها الدواء المسمم بالسحر المظلم علشان يجبر قوتها الاسطوريه انها تظهر على حقيقتها ويتاكدوا ان روح التلج جواها، فبتعرف ان دونج هو الجاسوس. تشي بتقول لها انهم لازم يرجعوا مملكتهم علشان وجودها هنا خطر عليها، بس كيو ما كانتش عاوزه تبعد عن شينج. وتاني يوم باي جو بيقابل كيو بيقول لها على السر اللي كان بيحميه من 20 سنه من يوم المعركه الكبرى، وان يومها هما بيحاولوا يتغلبوا على زعيم الظلام لما بيحبسوه في التابوت البرونزي روح التلج بتهرب منه، وباي جو بيمسكها في ايده علشان يدمرها، بس بيتشتت وبتهرب منه وبتدخل جسم كيو، وان وقتها اخفى عن الباقيين حقيقه ان روح التلج هربت منه وما دمرهاش. وبعد ما الدنيا هديت راح لسو اون وطلب منه انه يعرف اقوى الناس في الفنون القتاليه، وبيروح بقى بيتعرف عليهم واحد واحد وبيختبرهم علشان يعرف روح التلج دخلت في جسم مين فيهم، بس ما قدرش يوصل لحقيقه ولا يلاقي الشخص اللي بيدور عليه.
وبعد السنين دي كلها اتفاجئ ناكيو، ولما بيحاول انه يقرب منها علشان ياخدها ويقتلها ويقضي على روح التلج لانها هي المفتاح اللي هيخلي ملك الظلام يرجع تاني قوي من الاول، شينج بيقفله وبيمنعه وبيقول له انه هيحميها مهما حصل ومفيش حد هيعرف يقرب لها طول ما هو عايش. ولما بايجو بيقول له انه بيضحي بارواح ناس كتير علشان خاطر واحده بس، شينج بيرد عليه وبيقول له انه مش هيعرف يحمي حد تاني لو فشل في حمايه كيو بالذات. ساعتها بايجو مش بيهتم لكل اللي شينج قاله وبيتقدم منها، بس تشي بتنقلهم لمكان تاني علشان تحمي كيو. بعدها بنشوف شينج وهو بيحاول ان ينزع روح التلج من كيو بقوته الروحيه بس مش بيقدر. ساعتها بيقرروا انهم يروحوا القصر سو اون علشان يدوروا هناك على طريقه تخلي كيو تتخلص من روح التلج. ولما بيروحوا هناك شينج بيشتت سو ان وبيقلد صوت الديب، سو ان بيخرج يشوف فيه ايه، ودي كانت فرصه كيو انها تحط منوم في الشاي بتاعه علشان يدخلوا من غير ما يحس بيهم ويخلصوا المهمه اللي جايين علشانها في الاساس. لما سي ان بينام الاتنين بيدخلوا المكتبه الامبراطوريه السريه وبيدوروا على الكتاب اللي بيتكلم عن روح التلج، بس للاسف مش بيلاقوه وبيفضلوا طول الليل يدوروا من غير نتيجه. في الوقت ده كانت يي وبينج يو بيدوروا عليهم في كل المدارس وكل الاماكن اللي ممكن يكونوا فيها. ولما بيروح عند مدرسه داوي المائي بيونج يو بيقع في فخ من الشياطين علشان لما شينج يرجع يقبضوا عليه، بس لما بيونج يو ليه بتثبت في الارض بالماده الغريبه دي ومش بيعرف يتحرك، يي بسعرها بتقدر تحرره. وبيمشوا لما بيحسوا ان شينج مش موجود هنا، بل الفخ ده ما كانش هيكون موجود علشان يقبضوا عليه. ولما بيونج يو بيفكر شويه بيفتكر مكان كان بيروحوا مع شينج، ولما بيروحوا هناك بيلاقوا شينج وكيو فعلا وكلهم كانوا مبسوطين انهم اتقابلوا بخير. وتشي هي كمان بتيجي لانها كانت مراقبه يي علشان تعرف مكان كيو. بعد شويه بيروحوا يراقبوا مدرسه داوي ويشوفوا المعلم سيونج وهو خارج بسرعه وبيروح الغابه. وقتها كان بايجو في الغابه بيحاول انه يستخدم قوى سحريه في انه يكبت سم الظلام بس مش بيعرف، وسيونج بيوصل في الوقت المناسب وبيعالجه زي كل مره وبيمتص الطاقه الشيطانيه اللي بتضعفه دي. وقتها كانوا الاربعه واقفين مستخبين ورا شجره وبيراقبوا اللي بيحصل. باوجي بعد ما بيتحسن شويه وبيستعيد السيطره على قواه الروحيه بينادي عليهم الاربعه وبيجوا. وقتها المعلم سيونج بيقول لهم انه بيعالج باوجي بقاله فتره وده سبب في المس اللي على ايده. نعرف ان في يوم المعركه الكبرى كان السبب اللي خلى روح التلج يدخل في جسم كيو انها كانت صاحبه اكبر حاله طاقه روحيه في المكان. روح التلج لما هرب من التابوت البرونز اندمج معاها علشان ما يتدمرش. دلوقتي بقى كانوا لازم يطلعوا بخطه علشان يجبروا روح التلج انه يخرج من جسمها من غير ما يقتلوها وكمان يقدروا يدمروه. ساعتها سيونج بيقترح عليهم خطه يضربوا بيها عصفورين بحجر واحد، هي كالاتي: اول حاجه شينج هيروح للمجلس اللي ما بقاش فيه غير يون ومي ويتفق معاهم على انه هيجيب لهم كيو علشان يخرجوا من جسمها روح التلج من غير ما يقتلوها، على اساس انهم في الوقت ده هيكونوا هيقتلوا سيونج، وفي اللحظه اللي هتخرج منها روح التلج هيقتلوا الاثنين لان روح التلج هيخرج يدور على صاحب اكبر قوه روحيه في المكان، ودي بقى الطريقه الوحيده علشان يكشفوا بيها الجاسوس الحقيقي. فعلا شينج بيروح للمعلمين الكبار وبيقول لهم على الخطه بتاعتهم وان ده الحل. في اليوم المحدد سيونج بيجيبوه ويكتفوه، وشينج بيظهر بعد كام يوم من الاختفاء ومعاه كيو. كانوا مكتفين كيو والمعلم سيونج، ولما بتبدا مي في الطقوس وتتفعل قوه كيو وتحاول انها تنتزع منها روح التلج، كان كيو يستخدم قوته من غير ما حد ياخد باله غير وو تسونج اللي كان واقف جنبه، وبيسلطها على كيو علشان الهواء يكشف له عن رمز التلج اللي على رقبتها، واول ما بيشوفه بيتاكد فعلا انها هي. ساعتها روح التلج بتحس بالخطر وبتدور على الشخص الصاحب اعلى قوه روحيه في المكان علشان تنتقل لجسمه، والهاله المضيئه اللي كانت حوالين كيو بتنتقل حوالين يون. ساعتها هو بيتفاجئ وكيو بتتحرر هي وسي وونج، وبتبدا معركه بينهم وبين يون اللي بتحكم فيه زعيم الشياطين وموجود في جسمه، وان خطتهم نجحت وعرفوا مين الجاسوس الحقيقي. يون لما بيلاقي الكل عليه وزعيم الشياطين هيكون في خطر بيستدعي اولان وجيشه من الشياطين وبيقتلوا شينج واللي معاه. لما شينج بيتقاتل مع يون ومش بيعرف يتغلب عليه، اولان بيهرب بيه بسرعه علشان يحميه على قصر لو اللي كان متدمر من اخر معركه كانت هنا لما شينج كان بيحاول ينقذ امه والقصر تهد عليهم. ولما شينج بيجي يطارده هو وكيو باي والباقيين، كانت شين ظهر وفتح بوابه في العالم الموازي واختفى فيها مع اولان ويون. المشكله دلوقتي ان محدش من كل المدارس قدر انه يدخل العالم الموازي ده، واللي حاولوا قبل كده فشلوا تماما لانه بيحتاج مستوى تاني من الطاقه الروحيه. في الوقت اللي كان يون واولان في مقرهم في العالم الموازي وبيخططوا لطريقه جديده يكملوا بيها خطتهم ويحصلوا على روح التلج، اما شينج بيبدا كيو باي انه يدربه على انه ازاي يفتح بوابه في الابعاد المختلفه وينتقل لحظيا من مكان لمكان علشان يقدر بعد كده يدخل العالم الموازي. فعلا بعد شويه من التدريب شينج بيعرف يفتح بوابه وبيرجع لاخوه الصولجان بتاعه وبيكمل تدريب، بس كانت طاقته الروحيه بيتم استنزافها لانه لسه اول مره ينتقل لحظيا وجسمه لسه مش متعود. كيو بتديله من طاقتها الروحيه ولما بتلاقيه نزف بتمسح دمه، بس فجاه بيغمى عليها. ولما تشي بتعالجها وبتتكلم معاها بتتفاجئ شي ان شينج بقى ابن مو يانج يو، ولو كان كده فعلا ما ينفعش ان يكون جنب كيو باي حال من الاحوال، لسلاله الدم القديم اللي هو بيمتلكها هي
اللي بتستنزف طاقتها الروحية وبتخليها تحس بالضعف. لما كيو بتفتكر مع نفسها بتلاقي ان كلام تشي صح، لانها لما كانت بتساعد مو يانج يو لمست دمها حصل لها نفس الحكاية. ولما وقع في هوية الرياح السوداء وهم طالعين، شينج اتفعلت جواه قوة معينة استنفذت طاقتها وخلتها يغمى عليها. تشي بتقول لها ان سلالة الدم القديم دي لما بتتفعل قوتها بتقتل اي حد من سلالة كيو. يعني مثلا في المعركة الكبرى زمان كان مو يانج يو هي بتحارب زعيم الظلام، استخدمت ضده قوة سلالة الدم القديم وقدرت تضعفه وتجرده من قوته لغاية ما تمكنه منه. بس ساعتها قوتها دي هي اللي اصابت الملك والملكة اهل كيو وتسببت في موتهم. وكيو ما كانتش مستوعبة اي حاجة من الكلام ده، وانها ما تنفعش تعيش باقي حياتها مع الانسان اللي حبته علشان قواهم بتتعارض. في الوقت ده كان المعلم سي وونج بيدرب بيونج يو ويوي علشان هما الاتنين بيقدروا يوحدوا قواهم وبيخلوهم يتدربوا اكتر من الاول. وبنشوف دونج كان ماشي في السوق لما بيلاقي تشين بيقول له يجي وراه، ولما بيروح معاه بيلاقي يون هو كمان وبيأمره انه يجيب لهم كيو في خلال 3 ايام والا طاقته الشيطانيه هتستنفذ ويموت قبل الثلاث ايام. ولما دونج بيروح المدرسه بيلاقي كيو رايحه مع باي جو على الغابه فبيبعتهم. ساعتها كان باي جو بيحاول انه يخلص من روح التلج وانه يشيلها من جسمها بس مش بيقدر، وكيو بتقع على الارض. وساعتها دونج بيخطفها وبيهرب وبيفهمها ان باي جو بيخدعها وهيقتلها. بيطمنها انه يحميها وعشان تكون في امان بيقنعها انه ياخدها على اسرع عمته اللي قريب من هنا ترتاح فيه بعيد عن باي جو لغايه ما تستعيد صحتها. هو لما بيخرج ويسيبها لوحدها بتخرج هي من الاوضه علشان تشوفه بيعمل ايه، لانها سمعته بيتكلم مع حد. فعلا بتتفاجئ بيه بيتكلم مع حد، وفجاه بيظهر لها اولان وبيهاجمها وبيخطفها وهي كانت متصابه مش بتقدر تتصدى له. في الوقت اللي كان شينج لسه بيتدرب على انه ازاي يدخل العالم الموازي ويعمل اسقاط نجمي بحيث ان روحه تخرج من جسمه وينتقل في اي مكان ويكتشفه من غير ما حد يحس بيه ولا يكون في خطر عليه. دي كانت اول مره ينجح في كده بعد تدريب وتامل استمر اسبوع بحاله من غير ما يتحرك من مكانه. ساعتها كيو بتستخدم دبوس الشعر اللي شينج كان سحره لها وربطه بالسلسله بتاعته، واول ما بتخبط عليه 3 مرات سلسله شينج بتتوهج وبيعرف انها بعتت له رساله، فبيعرف انها في خطر وبيروح يدور عليها ومش بيلاقيها. ولما بيركز في الرساله اللي بعتها له بيعرف انها في مقر اولان وعشيره الشيطان. ساعتها شينج بعد ما بيبلغ المعلمين سي وونج ومي بيروح على قصر لو من خلال بوابه من الابعاد، بما انه بقى محترف انتقال لحظه دلوقتي. بيقف قدام بوابه القلعه وبيعمل اسقاط نجمي وروحه بتخرج منه وتتجول في المكان في العالم الموازي بيدوروا على كيو. وقتها كان المعلمين وصلوا له وبيحموا جسمه على ما روحه ترجع له. روح شينج بتقدر تدخل المكان وبيشوف كل اللي بيحصل. كانت ساعتها كيو متكتفة وهيبدأ طقوس قاعدة زعيم الظلام، وأمه هي كمان متكتفة وفي خطر. ولما بيحاول إن يكلمهم أو يوقف الجنود مش بيعرف، فبيرجع تاني لجسمه ويقتحم القلعة مع الباقيين علشان ينقذوا أمه وكيو بسرعة. بس يون اللي كان مسيطر عليه زعيم الظلام قدر إنه يستخرج من جسم كيو روح التلج ترجع تاني للتابوت البرونزي، وبيبدأ إنه يمتص قوة سلالة الدم القديم مو يانج يو علشان تتم عملية استعادة الجسم ويكتمل ويرجع تاني. وعلى ما شينج بيوصل هو الباقيين كان ده ار هو زعيم الشياطين رجع تاني في جسمه وتحرر بكل قواه. وبنتفاجئ ان مو يانج يو عامله له فخ اصلا، وانها كانت مستنيه طول السنين دي انه يرجع علشان تقدر تقتله بجد المره دي وتنهيه من عالم البشر. وبتفعل قوه سلاله الدم القديم اللي كانت بتطورها بقالها 20 سنه، وانها لما اخوها قبض عليها وحبسها كانت هي اللي مستسلمه لكده علشان توصل للحظه دي. بتقدر انها تفعل قوتها الاسطوريه وتبدا في انها تهاجم ده ار هو، وشينج بيتقاتل معاه وبيحاول انه يقضي عليه ويحمي امه، بس اولان بيعترض طريقه وبيتقاتل هو معاه. ولما ده ار هو بيتغلب على مو يانج يو وبيوقعها على الارض، شينج بيهاجمه بقوه وبيدي امه الفرصه انها تفتح بوابه على عالم الفوضى اللي كان شبه الثقب الاسود. وبمساعده شينج بيرمي ده ار هو جواه، بس هو بيتمسك بمو يانج يو علشان يخرج تاني. وشينج لما بيحاول انه ينقذ امه ويمسكها بقوه علشان ما تضيعش منه، هي بتقول له ان لو كان مكانها كان عمل كده برضه وضحى بنفسه في سبيل انه يحمي الباقيين. فبتدفع بقوه تخليه يسيبها وبتقفل عليها بوابه الثقب الاسود اللي فتحته وامتصتها هي وده ارهو. ساعتها شينج بيقع على الارض منهار، لان كل السنين دي كان بيسعى انه ينقذ امه ويرجعها تعيش في امان معاه هو واخوه من تاني، بس فشل. فجاه بيصرخ وبتصحى جواه قوه سلاله الدم القديم وبتحاوطه هاله من الطاقه الحمراء اللي بتقضي على الشياطين، بس في نفس الوقت بتضر كيو وبتخليها تفقد قواها. ويي وبيونج يو بيبعدوها من المكان بسرعه. ومره واحده شينج يعني بتتوهج باللون الاحمر، وكانت الطاقه المهوله دي بتسري في جسم بقوه، وبحركه واحده منه بالرمح الاسطوري بيقتل كل الشياطين ويدمر المكان، وبكده يكون دخل مستوى عالي جدا. ساعتها كان دونج ويف وهيموت من الغزو والغضب ان شينج بيتفوق عليه في كل مره، وانه وصل لمستوى جديد من القوه هو عمره ما هيوصله، وانه لجأ لقوه الشر علشان يكون اقوى. شيوي بيقع على الارض مغمى عليه وبيحلم انه انقذ امه ورجع يعيش معاها في سلام في قصرهم. وبعدها بكام يوم لما شينج بيستعيد صحته وبيرجع يتدرب
كيو كانت واقفة بترابه مع يويي لما فجأة بتبدأ تكح دم وبتعرف انها في خطر ولازم ترجع عالمها بسرعة قبل ما تموت. من بعدها كل شوية شي تكتشف ان كيو بتضعف كل يوم عن اللي قبله، ولما بتقولها ان شينج هو السبب وانها ما ينفعش تستنى في الارض اكتر من كده ولازم ترجع عالمها، كيو كانت رافضة. بعدها بكام يوم كان شينج بدأ انه يرتب لزواجه من كيو والكل بيفرح لهم لما كيو بتوافق على طلب شينج الزواج منها. لما بتتعب تاني بتاخد وقت على ما تستعيد وعيها. ساعتها كيو بتحكي لشينج على اللي حصل يوم المعركة والدواء اللي دونج اداهولها وانه كان في سم شيطاني هو اللي فعل قوتها الاسطورية بالسرعة دي وتسبب لها في الضرر. شينج لما بيجي ماشي بيلاحظ ان تشي بتعامله معاملة سيئة ومش حابة وجوده ابدا، وبيستغرب وعمل لها ايه علشان تكرهه كده. ولما بتيجي يويي جايبة الدواء لكيو بتسمعها هي وتشي بيتكلموا لما كانت تشي بتحاول تقنعها انهم يرجعوا عالمهم، بس كيو بترفض وكانت عايزة تتبع قلبها مرة واحدة حتى وهي عارفة ان وجودها جنب شينج هيقتلها. يويي بتسمع كل ده وتعرف السر الكبير ده، ولما يويي بتجري عليها علشان تعرف منها هي ليه بتعمل كده وتعرض حياتها للخطر، كيو بتطلب منها انها تساعدها وما تقولش حاجه لشينج في الوقت اللي كانت روانج محبوسه في البيت، وباي جو بيرفض انه يحررها لانه عارف انها تنضم للشياطين وكانت مصممه على كرهها للبشر. بس بعدها روانج بتخدع شي وبتخليه يكسر الحاجز ويحررها، بس لما باي وشينج بيعرفوا بيطردوهم في الغابه وشينج بيهاجم روانج علشان يبعدها عن اخوه. بس لما روانج بتحاول انها تتغلب عليه بتصيب شي اصابه خطيره مع انه كان اكتر واحد بيحميها. شينج بينقذ حياته وباي بيسيطر على روانج وبيرجع بيها البيت ويحبسها من جديد. وبعد ما شي بيفوق تاني يوم شينج بيصرحوا بموت امهم وانها ماتت وهي بتحاول تتغلب على الشر اللي خسرهم ناس كتير ابرياء وكان سبب في موت ابوهم وفقدانهم امهم السنين دي. بيقولهم انه كان هيقتل روانج بس رجع في كلامه لان دي معركته وهو لازم يتصرف ويواجهها، يا اما يسيبها يا اما يقتلها. بيقول انه بيعرفوا الحياه دي لانه وريث الامبراطوريه ولازم يتصرف على الاساس ده. بعدها بيبداوا يجهزوا لزفاف كيو شينج، وبيونج يو بيتولى جمع احجار الطاقه ومهر كيو وبيروح يقدمها لها. وتشي كانت ضد زواجهم خوفا على حياه كيو لان وجودها جنب شينج هيضعف قواها للابد وممكن مع الوقت تفقد حياتها كمان. وبعدها شينج بياخد كيو في مركب طاير ويرجعوا اقليم شي يينج علشان حفل الزفاف. المفاجاه بقى انه هما بيعملوا المراسم لما كيو بتيجي تشرب العصير بتتفاجئ انه مسمم مبترميه على الارض فبيتحول للون الاحمر، وبتتفاجئ كيو ان كل الموجودين عارفين باللي بيحصل ده حتى تشينج، وده كله كان بتخطيط منه وانه تسانج هو اللي سمم المشروب ده. هو ما كانش سم قاتل ولا حاجه، ده كان دواء شينج عاوز كيو تشربه علشان يخلي قواها الاسطوريه تختفي او تخمل زي الاول علشان تعيش. ولما كيو بتتصدم الصدمه دي بتجرح نفسها وبتنزف دم. لما شينج بيقول لها انه اتجوزها بس علشان ياخد قواها الاسطوريه علشان يستخدمها هو وينقذ امه، وكان شكله بيتكلم بجد وبحزم لدرجة ان كيو بتنهار وبتقع على الارض وما كانتش مصدقة انه كان بيضحك عليها. بس بيرجع فلاش باك وبنعرف ان تشي هي اللي طلبت منه انه ينقذ كيو وبتقول له على الحقيقة كلها وسلالة الدم القديم اللي في دمه والقوة الرهيبة اللي بيتمتع بيها اقوى طاقة في العالم وهي اللي تقدر تنهي حياة كيو، وانه كل ما طال وجودها في عالم البشر بعد ما قواها نشاطت نهايتها بتقرب. شينج كان مصدوم لما بيعرف الحقيقة دي، وانه برغم ده كيو مازالت عاوزة تتجوزه وتكمل حياتها في ضعف. بيفتكر شينج كل المرات اللي كانت كيو بتضعف وتعبانة فيها. لما تشي بتقوله ان الحل الوحيد علشان ينقذها انه يفتح بوابة عالم الشياطين اللي في مدينة نانشيانج بدمه علشان تنتقل لعالمها من جديد وينقذ حياتها. فعلا شينج بياخدها وبيروح مع تشي عند البوابة، بس قبل ما يفتحها بيظهر اولان بيهاجمه هو ومجموعة كبيرة من الشياطين، بس شينج مش بيقدر انه يتصدى ليهم لان طاقته من الدوتشي كانت بتأذي كيو. في اللحظة دي بيظهر كيو باي وبيتقاتل هو وولان، وبيدي الفرصة لشينج انه ينفذ خطته. تشي بتتحول لدبوس دهبي تاني وشينج بيطعن نفسه بيه، واول ما بيوجهه بدمه ناحية البوابة بتتفتح وكيو قوتها الاسطورية بتنشط وبتتسحب جوه البوابة وبترجع عالمها تاني في الوقت اللي كان اولان وكيو باي بيتقاتلوا في الغابة. بس اولان بيفعل الطاقة الشيطانية اللي في جسم كيو باي وبيختفي، وبنعرف ان شينج كان بيتفق مع اصحابه على الخطة دي كلها علشان يقدروا يساعدوه في تنفيذها. وبعدها شينج بيلجأ لمجلس الشيوخ والمعلم شي وانج والمعلمة مي اللي مبقاش فاضل غيرهم، وبيشتكي ان دونج جاسوس لطائفة الشيطان وهو اللي كان سام كيو بالسم الشيطاني يوم المعركة وخلى قوتها الاسطورية تنشط. ولما دونج بيجي يدافع عن نفسه شينج بيتقاتل معاه علشان يجبره انه يظهر على حقيقته، بس دونج بيتحكم في نفسه على قد ما بيقدر وبيخلي المعلمين يصدقوا انه ملوش علاقة وبيخرج من غير ما يتعاقب ولا حقيقته تظهر. بنروح لكيو في امبراطورية موكسيو فوق السحاب، كانت حالتها اتحسنت كتير جدا وبتستخدم البلورة السحرية في انها تراقب شينج علشان تطمن عليه. هو كان راجع يتدرب تاني مع كيو باي وبنتفاجئ انه اتقن مهارة الانتقال اللحظي من الابعاد. بنتفاجئ بعدها لما بنعرف ان كيو باي انضم لطائفة الشيطان برضه بعد ما مو يانج يو حبس الدو ار هو في الثقب الاسود. ولما اولان بيستغرب من كده وان الاول كان مجبر ورافض انه ينضم ليهم او ينفذ اي اوامر جاي دلوقتي يتطوع، كيو باي بيقول انه مش متقدر برغم انه ضحى بكل حاجه علشان الامبراطوريه وجبل التنين الا ان مفيش حد بيعامله بالشكل اللي كان مستنيه. هو بيديله كتاب للمهارات الشيطانيه علشان يتدرب عليها ويتقنها.
لما كيو باي بيعمل كده بتظهر علامة السم الشيطاني على ايده، وعشان هو بيعرف يسيطر عليه بيجرح ايده وبيزيل الدم المسمم من جسمه وبينزفه على الارض، وكان عامل زي النار على الارض. وبعد ما بيتحسن شوية وبيخفي حياته، الدم اللي نزفه بتحوله دخان اسود، وبيسمع صوت اولانو وبيحذره من انه يرجع عن الطريق اللي بدأه. بعدها بنرجع لمويانج تشين، وكان بيحاول انه يوصل لمستوى اعلى من القوة بتدرب على المهارات الشيطانية. اولان بيجي يقوله انه تم اختياره علشان يمارس مستوى جديد من المهارات دي هيديله قوة كبيرة. ولما تشين بيسأله وانت مش بتمارسه ليه؟ اولان بيقوله انه لازم يتم اختياره الاول. وبعد ما بيخليه يبدأ في التأمل ويقطع خطوط طاقة الدوتشي عن جسمه، اولان بيدمج جوهر دو ار هو اللي كان لحقه في اخر لحظة وانقذه قبل ما يختفي في الثقب الاسود في الدقيقة اللي كان تشينج متمسك بامه ورافض يسيبها. كانت الحقيقة دي اللي اولان اخد باله فيها وقدر انه ينقذ جوهر روح دو ار هو، دلوقتي بيدمجه في جسم تشين. وبعد شوية من الالم والمعاناة دو ار هو بقى هو المتحكم في جسم تشين. ساعتها بيسأل اولان ليه ما قبضش على تشينج زي ما امره قبل كده. اولان بيقول له انه ما قدرش، خصوصا ان سلالة الدم القديمة اتنشطت في شينج وبقى عنده قوة مهولة، وخايف لو روح زعيم الشياطين اندمجت في جسمه هيتقضي عليه للابد. ساعتها اولان بيقول له انه بيجهز له مرشح اقوى من تشين وكيو باي، كلها مسألة وقت على ما يتقن المهارات الشيطانية ويسيطروا على جسده. ساعتها يقدر دو ار هو انه يندمج معاه ويرجع يسيطر على العالم تاني. في الوقت ده كان تشي قرر انه ينضم لجبل التنين وانه يكون واحد من تلامذة سو ان. ولما بيبلغ شينج بكده بيروح على القصر من تاني يوم. سو ان بيرحب بيه بيقول له على مهمة لو نفذها بنجاح هينضم لتلامذته. كانت المهمة دي انه يلاقي الشيطان اللي عند النهر وبيزي الناس. فعلا بيروح شيو معاه اخوه شينج وبي وونج يو ويو يي. والمكان اللي بيروحوه ده كانت قرية، بيتفاجئوا انها مهجورة ومفيش اي اثر لحد، بس بيقرروا انهم يستنوا ويراقبوا الوضع طول الليل لغاية ما بيلاقوا حد متخفي بيدخل بيت. فبسرعة بيروح وراه بس مش بيلاقوا حد. وساعتها يو يي بتستخدم قوة البصيرة وبتعرف ان في باب ورا غرفة سرية، مشي هو الوحيد اللي بيعرف يفتحها بقوة صواعق البرق اللي بيتمتع بيها. بس اول ما الباب بيتفتح بيلاقوا شيطان بيهاجمهم، وان الشخص المتخفي ده كمان بيحاول انه يبعدهم عن الشيطان. لغاية ما في لحظة بيتفاجئوا ان دي المعلمة مي، وان الشيطان ده زوجها المعلم شان اللي كان اتصاب وتسمم بالطاقة الشيطانية زمان في المعركة الكبرى، ما كانش مات ولا حاجة. وطول السنين دي هي كانت بتعتني بيه وبتحميه لانها مش قادرة تقتله من شدة حبها ليه. بس دلوقتي كان لازم نهاية لقصتهم، وبتقرر انها تقتله هي قبل ما حد تاني يقتله. بترحم عذابه طول السنين دي اخيرا وبتسيبه يموت بعد ما كان اتغير ومبقاش هو شان جوزها. ولما شي بيرجع لسو ان بيقول له انه ما لقيوش شيطان ولا حاجة، سو ان بيتعصب عليه وبيقول له ازاي واستحالة تكون المعلومات غلط. بتروده من القصر، بس شي بيترجى انه يديله فرصة تانية وبيقول له على الحقيقة ان مي هي اللي قتلت شان بعد ما اتحول لشيطان. ساعتها سو ان بيقرر يديله فرصة تانية. في الوقت اللي كان دونج راح مقر الشياطين علشان يقابل تشين ويطلب منه كتاب مهارات جديد علشان يطور مستواه، بس بيعرف اللي بيحصل وان تشين خلاص ما بقاش موجود واللي في جسمه دلوقتي هو دو ار هو. ولان بيديله الكتاب اللي هو عاوزه مقابل ان يدس سم لشينج في المية علشان يضعف قواه ويخليه يفقد السيطرة على قوة سلالة الدم القديم علشان بعد كده ما يقدرش انه يعطل خططهم. فعلا دونج بيروح لشينج على اساس يعتذر له عن اللي حصل منه قبل كده وبيغفله وبيدس السم في الشاي بتاعه. وبعد ما دونج بيجي خارج يو يي ويونج يو بيدخلوا، واول ما بي وونج يو بيدخل بيشرب من الشاي بتاع شينج اللي دونج سممه. يا دوب دونج بيمشي من هنا وبي وونج يو بيبدا يحس بالالم ومش بيقدر يتحرك، وشينج بيديله من طاقته الروحيه علشان يقدر يتعافى. ولما يو يي بتفكر هو عمل ايه مختلف عنها من الصبح لانهم كانوا طول اليوم مع بعض وهي ما حصلهاش حاجه، بتعرف ان السر في الشاي اللي شربه من شويه. ساعتها بيتاكد لشينج ان الشاي ده مسمم، وبما ان محدش دخل الاوضه عند شينج خالص غير دونج يبقى هو اللي عمل كده. بيخرج وراه بسرعة يواجهوه، بس دونج طبعا بينكر. وساعتها شاو بتوصل وبتدي بي وونج يو حباية سحرية بتخليه يتحسن ويستعيد سيطرته على طاقة الدوتشي وتوازن في جسمه. ولما بتلاقيهم بيهاجموا دونج واخدين باقي الشاي ورايحين للمعلمين علشان يحققوا في الموضوع، شاو بتخطف فنجان الشاي وتشربه بسرعة علشان تثبت لهم ان الشاي مش مسموم ولا حاجة وانه دونج بريء. بيخلوها مستنية معاهم اكتر من ربع ساعة علشان يشوفوا التأثير ايه عليها، بس شاو كانت زي ما هي ما حصلهاش اي حاجة، فبيسيبوها تمشي هي ودونج. ولما دونج بيبعد شوية بيتخانق مع شاو وبيسألها مين اللي بعتها وبتعمل كده ليه، لأنها كانت بتحميه طول الوقت. بنكتشف إن الشاي أثر فعلا عليها، بس هي كانت متحكمة في طاقة الدوتش جواها ومنظمة أنفاسها بحيث ميبانش عليها أي اضطراب. وبيقول لها تبعد عنه لأن في يوم من الأيام هيهزم شينج. وبالليل بنتفاجئ إن روانج وهي بتتعشى مع بايجو بيحسوا بحركة غريبة برا، فبيعرف بايجو إن في شيطان في المكان وبيخرج بسرعة يدور عليه ويهاجمه قبل ما يقتلهم. بس اول ما بيخرج بيظهر اولان لروانج وبيخطفها وبيديها مهمة انها تروح اقليم شي يينج علشان تجيب له السيف الاسود الاسطوري من قبر دونج بولي. صبح بتتفاجئ ان كيو باي هو كمان راح اقليم شي بينج ويقابل سونج اللي بيرحب بيه وبيروح يتابعوا الجنود عند قبر دونج بولي. ساعتها كيو باي بيخلي الجنود ياخدوا الصراحة وبيخلي سونج يشرب مية فيها مخدر. واول ما بيغيب عن الوعي بيبدأ هو يستخرج السيف الشيطاني من قبر دونج بولي.
وأول ما السيف بيخرج بيتبارز بقوة خفية مع سيف كيو باي، زي ما يكون لكل سيف عقل خاص بيه هو اللي بيتقاتل. في الآخر سيف كيو باي بيتكسر والسيف الشيطاني بيقع في إيده. ساعتها بتظهر رو وانج كانت جاية لنفس المهمة. هنا كيو باي بيرجع فلاش باك وبنعرف إن أولان طلب منه إن يقتل رو وانج لأنه مش بيثق فيها بما إنها نصف إنسان. بس على ما كيو باي بيجي يقتلها كان سونج فاق وهي بتهرب، ولما بترجع لأولان وتواجهه إنه كان باعت كيو باي يقتلها مع إنها بتنفذ كل شيء وكل اللي بنطلب منها. تشين بيديها فرصة تانية وبيطلب منها إنها تقضي على شينج، ولو عملت كده هيحولها لشيطان كامل ومش هيكون عليها إنها تستخبى تاني. عشان روانج تنفذ خطتها بتروح لشي وبتضحك على قلبه الطيب وبتخدعه علشان يخليها تقعد معاه هنا في القصر وهو بيوافق. بعد شوية كان شي بيقرا في القاعة الكبرى لما روانج بتروح تجيب له أكل ومش بتمشي غير لما بتخليه ياكل. بعدها كان أغمى عليه لأنها كانت حاطة له مخدر، وأول ما بتلاقيه مش داري باللي بيحصل حواليه بتسحر آلة التحكم في الطاقة في المملكة كلها، وأول ما بتخلي السحر الشيطاني يسيطر عليها بيأثر في كل ناس المملكة مهما كانوا بعيد طالما مش معهم يشمل الحديد الأسود. وكانت القوة الشيطانية سيطرت عليهم وخلت الكل يقتلوا بعض. وقتها كانت كيو في مملكتها وبتراقب جبل التنين في البلورة الكريستالية، وساعتها بتشوف القتال والمعارك اللي دايرة في كل مكان. وفي المدينة كان المعلم سيونج بيقاتل ضد الناس المسمومين دول لغاية ما بيعرف ان السر في يشمل الحديد الأسود اللي معاهم. ومهما حاول شينج ووت سانج انهم يعالجوا زمايلهم ويسيطروا على القوة الشيطانية دي مش بيعرفوا، لغاية ما الكل بيدركوا ان السر في يشمل الحديد الاسود. فبقى الكل بينزعوا عن اصحابهم، كل واحد كان بيحارب في مكان، وسي وانج وباي جو كان بيحاربوا سوا لغاية ما باي جو بيشك ان روانج هي السبب في اللي بيحصل وبيروح القصر علشان يتصرف. وقتها كان سو ان اتصاب وبقى بيهاجم اللي حواليه بشراسة، وشي هو كمان اتصاب بيحاول انه يسيطر على طاقة الدوتش في جسمه، وشينج بيوصل وبيحميه. في الوقت اللي كانت روانج بتهرب بس كيو باي بيعترض طريقها، وساعتها بتاخد حباية كان اولان اداها لها وقال لها انها تمدها بقوة غير عادية، بس بتكتشف انها اضعفت قواها جدا وبتعرف ان اولان خدعها. وفي اللحظة اللي كان كيو باي هيقتلها فيها باي جو بيوصل وبينقذها منه وبيطلب منه انه يعفو عنها المرة دي، وفعلا كيو باي بيسيبها. وباي جو بيمتص السم الشيطان اللي اتصابت بيه بسبب الحباية وبيخليها تهرب بسرعة. بوينج يوبا كان بيتقاتل مع تشين وبيتهم ان هو اللي قتل هاو، مع انه زمان هو اللي انقذ حياته ومنع المعلمين من انهم يقتلوه لما اكتشفوا انه بيمارس المهارات الشيطانيه. وبيحكوا له على اللي حصل وما بيتقاتلوا لغايه ما تشين بيحس فعلا بالذنب. ولما بنرجع لشي كان بيعافر لسه، وسونج بيجري عليه يحميه وبيخلي شينج يروح هو يتصدى لأولان وتشين. في الوقت اللي كانت يويه بتطارد دونج وبتكتشف ان هو فعلا غير ما بيدعي وانه بيمارس المهارات الشيطانيه وخانهم كلهم، بس هو بيتصرف بهدوء جدا وبيضربها وبيخليها تفقد الوعي. مي بتضحي بنفسها هي وسيونج وهم بيقاتلوا علشان ما يتحولوش لشياطين هما كمان، ويبقى كل اللي وصلوا له السنين دي بيتدمر في لحظه والشر هو اللي يسيطر عليهم. ولما كان تشين بيهرب هو واولان، شينج بيطاردهم وبينتقل في بوابه بين الابعاد بتخليه يحصلهم بسرعه، وسونج بيضحي بنفسه وبيدي شي كل طاقته الروحيه لغايه ما بيتعافى وبيتغلب على السم الشيطاني. ساعتها شي بيعرف من واحده من المعلمين ان الحل الوحيد للسيطره على الوضع ده انهم يلغوا الاتصال بالدوتشي او الحديد الاسود، وانه لازم يقتل سو ان الاول. وفعلا شي بيتملك نفسه وبيقتل سو ان بعد ما سو ان بيعد اليه بقياده قصر جبل التنين ويشمل الحديد والرئاسه اللي كان في دمه بينتقل لجسم شي، وبكده يبقى هو صاحب السلطه في الامبراطوريه. وبسرعه بيستخدم قوه الرعد ويدمر الاله وبيفصل اتصالها بالناس، وساعتها الكل بيرجع لطبيعتهم تاني. اما شينج فكان بيتواجه مع اولان وتشين لما بيلاقيهم مسيطرين على يويي علشان يستخدموا قوه بصيرتها ويعرفوا المكان اللي لازم يستخدموا فيه السيف الاسود. ساعتها شينج مش بيقدر يتصدى لقوه السيف الاسود لان هو الوحيد اللي بيقدر يتغلب على سلاله الدم القديم بسبب قوته وسحره الخالص. وولان بيغفل شينج وبيطعنه في قلبه بالسيف الاسود وبيبدا دمه النقي يطفو في الهواء. كيو باي بيحس باللي بيحصل وبينتقل هناك على طول، وبرغم انه متواطئ مع تشين وطائفه الشيطان اللي انه بينقذ شينج بيستخدم قوى السحر المظلم في انه يسيطر على سحر السيف ويخرجه من جسم شينج. وبنعرف ان سيف كيو باي اصلا كان مندمج بالسيف الاسود يوم ما اخده من قبر دونج بولي، وده اللي خلاه يعرف يسيطر عليه. وتشين كان مصدوم من قوه كيو باي وبيصمم انه يكون الجسم اللي هيندمج فيه ويرجع يسيطر على العالم. وقتها كان كيو بتراقب كل اللي بيحصل ده وبتترجى تشي انها تساعدها علشان ترجع الارض تاني، وتشي بتقول لها ان الحل الوحيد انها تقضي على قوتها الاسطوريه وتتخلى عنها. وفعلا كيو ما بتصدق وبتنفذ الطقوس دي وبترجع الارض لشينج في الوقت اللي كان هو فاقد الوعي بسبب سم السيف الاسود، بس هي كانت جايبه له العشبه الوحيده في العالم اللي بتقدر تعالجه. وبيصحى شينج وهو متفاجئ ان كيو موجوده جنبه. لما بترجع بقى للمعلم باي جو كانت روانج معاه وبتلوم البشر انهم هم السبب في اللي بيحصل له، بس هو بيقول لها ان السبب هو الشر والظلام اللي هي بتدافع عنه وفاكره انها صح وما ينفعش انها تمشي في طريق الظلام ده. وبتتفاجئ انه بيموت خلاص بعد ما السم الشيطاني كان استنزف كل قوى السنين اللي فاتت. في الوقت اللي شي بيكتشف ان روانج هي اللي سممت الاله وتسببت في موت الناس دي كلها، فبيروح يواجهها وبيتقاتل معاها لاول مره
بعد ما أدرك أنه كان ساذج لما وثق فيها، وكانت النتيجة أنه سونج وتونج ماتوا والمعلمين بتوعه وناس كتيرة أبرياء، وكان أخوه نفسه هيموت. ساعتها روانج بتظهر على حقيقتها وبتقلع وش البراءة، وبيبان قد إيه كرهها وحقدها عليه وعلى اللي حواليه، والاتنين بيتقاتلوا. بس روانج وهي بتفتكر شي وذكرياتها معاه وقد إيه هو كان أكتر واحد بيثق فيها وبيحبها، بتستسلم وهو بيقتلها بصواعق البرق. وكيو باي كان مع أولان بيتخانقوا بسبب إن كيو باي خدعه وما قتلش شينج، بس كيو باي بيقوله إنه كفاية إنه تسمم بالسيف وما بقاش يقدر يستخدم قوة تانية. وعشان شينج يسترد قواه من جديد بيلاقي إن الحل إنه يروح عند حدود الجبل الأحمر، وطبعا كيو يو يي وبيونج يو بيروحوا معاه. وكان الجبل الأحمر ده في صحراء جرداء كلها عواصف، وفين وفين لما بيلاقوا مكان يستخبوا فيه بين الصخور. وقتها بيتفاجئوا بجثث كتيرة الناس ماتوا في حالة غريبة زي ما يكونوا كانوا مبسوطين. فجأة الأربعة بيدخلوا من بوابة زي الأبعاد وبيلاقوا نفسهم في بعد تاني، البعد ده المعلمين عايشين فيه لسه. وعلى طول شينج بيكتشف إن ده وهم، وإن أكتر أمنيات الواحد بيتمناها بتتحقق في المكان ده لغاية ما بيموت بالبطء. وبعد ما بيفوقوا يويي بتستخدم قوتها في إنها تخرجهم من واقع الأوهام ده، وساعتها بتظهر لهم شيوي حامية الجبل الأحمر. وكانت متفاجئة إنهم خرجوا من فخ الأوهام اللي مفيش حد عارف يخرج منه قبل كده، وبتقول لهم إن عشان ينولوا مكافأة الجبل الأحمر لازم يمروا باختبار اللي هينجح فيه بس هو اللي هيخرج. وفجأة هي بتختفي وبتظهر عواصف رملية حواليهم بتفصلهم عن بعض. وشينج وكيو بيلاقوا نفسهم راحوا مكان بين الصخور وبيلاقوا جثة أبو كيو وجثة أمها، وكانوا بحالتهم زي ما هم من 20 سنة. أما بيونج يو يويي فبيلاقوا إنه ظهر لهم وحش رملي ضخم جدا بيفضلوا يقتلوه لغاية ما أخيرا بيتغلبوا عليه. بتظهر لهم شيوي تاني. ساعتها بيظهر ملك الجبل الأحمر لكيو، وشينج بيقول لهم إنه يحميها زي ما كان بيحمي أهلها زمان وأخد عهد إنه يكون معاها. وبيبدأ الملك إنه يوزع عليهم كتب لمهارات متقدمة جدا في الفنون القتالية الروحية. في الوقت اللي بيظهر كيو باي وأولام في الجبل الأحمر، ولما بيشوفوا جثث أهل كيو أولام بياخدهم ويحتفظ بيهم في الخاتم السحري بتاعه علشان يستخدمهم في عملية رجوع ملك الظلام. ساعتها شينج بيحاول إنه يوقفهم، بس كان مصدوم بكيو باي وإنه انضم لطائفة الشياطين، وبيهاجمه بيسيبه ينزف وبيمشي. وشينج كان بين الحياة والموت. وساعتها ملك الجبل الأحمر بيفتح بوابة الأبعاد وينقله البعد كان عايش فيه مع عيلته لسه لغاية النهاردة. بيتجوز كيو والكل عايشين في سلام وسعادة مع أمه وأبوه من غير شياطين ولا حرب ولا أي مشاكل. بنعرف إن ده عالم موازي، لو شينج اختار إنه يكمل فيه عمره ما هيخرج منه، إنما لو اختار إنه يخرج منه هيكون أقوى من الكل ومكان من أصحابه، لأنهم يستنوا إنه يخرج من العالم ده بمزاجه. في الوقت اللي كان دونج اكتشف إنه ما يقدرش يعيش من غير القوة الشيطانية بعد ما غيرت جسمه واستنزفت طاقته، وكان ماشي في الغابة رايح لتشين، بس بيلاقي شاو ماشية وراه، ولما بيواجهها بيتفاجئ إنها عارفاه من زمان جدا من وهم أطفال لما شافته في الغابة وأنقذت حياته في قتاله مع واحد من الوحوش. وشاو بتطلب منه إنه يرجع عن الطريق اللي ماشي فيه ده، لسه قدامه فرصة قبل ما يفوت الأوان، بس هو بيرفض وبيسيبها وبيمشي. بس أولان كان ظهر وشاو بتقف تتجسس عليهم بعد ما بتكتم نفسها وبتبطأ نبضات قلبها علشان أولان ما يحسش بيها، وبتشوفه هو بيهاجم دونج وبيضربه علشان ما ينفذش الخطة بتاعتهم. وبعدها أولان بيروح مع دونج عند المكان اللي هيتم فيه استعد دو آر هو، وبيستخدموا أجساد أهل كيو، والشيطان الزعيم بيمتص قواهم ومكان مكتف كيو باي، وبيبدأ ينقل وعيه لجسد كيو باي اللي أصلا كان رافض الدمج ده. ودو آر هو ما كانش عارف لسه يسيطر عليه، وبيهاجم دونج وبيمتص كل طاقته الروحية والشيطانية. بس الشاو بتظهر وبتدافع عن دونج وبتخليه يتحرر. ولما بتيجي تتقاتل أولان من جديد بتتصاب وبتقع على الأرض بين الحياة والموت. وفي اللحظة دي دونج بيتغير وبياخد السيف وبيهاجم كيو باي على أساس يقتله، بس مش بيقدر وبيموت هو. وفي اللحظة دي كانت روح دي آر هو سيطرت على كيو باي بالكامل، ومظهره اتغير تماما وظهرت له علامة في جبهته وعينيه بقت باللون الأحمر. وعلشان يقدر إنه يسيطر عليه بالكامل ختم على وعي كيو باي وقواه السحرية فعاله الباطن علشان يمنعه من إنه يحاول يسترد جسمه تاني. وبعدها بيأمر أولان إنه يروح لواحدة اسمها نون إن لي ويجيبها له، وفعلا أولان بيروح لها وبنتفاجئ إنها زيه بتتمتع بقوة غير عادية، وكانت بتتحكم في كل الناس من حواليه مسمماهم ومخلياهم ماشيين زي الزومبي بينفذوا أوامرها. ولما بترجع لكيو باي الشرير بيبدأ يخططوا لجمع الجيش بتاعها علشان يسيطروا على الإمبراطورية كلها. وفي مجلس شيوه كان وود سانج وواحد من زمايله من قصر شين هو هم المسؤولين بعد ما كل المعلمين الكبار ماتوا. في الوقت اللي كان الكيو والباقيين بيتدربوا على المهارات اللي ادها لهم ملك الجبل الأحمر ومستنين شينج يخرج من العالم الموازي، وقتها كان شينج بيفكر هيعمل ايه، هيرجع للعالم الطبيعي بتاعه ويكمل قتال ولا يستنى في العالم المسالم ده. بس في الاخر بيقرر انه يرجع. في اللحظة اللي بيقرر فيها الخروج بيظهر له درع سيد الحرب، اقوى سلاح ودرع في العالم، ولما بيلمسه بيشوف كل الحروب اللي حصلت بين المعلمين والشياطين من اول المعركة الكبرى من 20 سنة. ولما شينج بيدرك ان العبرة انه يحاول مرة واثنين وثلاثة وما يستسلمش ابدا حتى لو فشل، ساعتها الدرع بيندمج في جسمه وبيحصل على كل قواه السحرية وبيخرج من العالم الموازي، وكان هو اول واحد يدخل العالم الموازي ويخرج منه تاني. ومش بس كده، ده كان وصل لأعلى مستوى من القوى الروحية في العالم،
وبيحس بالشر اللي كانت إن بتنشره في وجهها، وبيحس بالشر اللي كانت إن بتنشره في وجهها اللي كانت بتقوده علشان تدمر الباقيين. وقتها كان ووتسانج والباقيين متنكرين كجنود في جيشها. لما بتقوم المعركة بين جيش الأشرار ومقاتلين الفنون الروحية بتحاول إنها تتغلب عليهم، بنكتشف إنها قوة رهيبة وسريعة جدا. والجو كان بيسود الظلام، وفجأة بيظهر شينج وكيو طايرين في الهواء، والكل بيتشجعوا وبيتحمسوا أول ما بيشوفوهم جايين. وكيو باي الشرير بيبان عليه الصدمة لما بيشوف شينج بالقوة دي، وبيستغرب إزاي شاب بسيط زيه يكون بيتمتع بالقوة الأسطورية دي. المهم إن هو وشينج بيتقاتلوا، وكيو بيتقاتل أولان، والمهارات اللي اتعلموها من ملك الجبل الأحمر كانت طورت مستواهم جدا ومبقاش حد عارف يهزمهم. وشينج بيفتكر كلام كيو لو وهم جايين ان لما هيقاتل كيو باي هيقاتل الشرير مش معلمهم اللي بالتاكيد اتقضى عليه، فلازم انه يقتله. في الوقت اللي شينج بيسدد ضربه لكيو باي، وعيه بيصحى في حاله الباطن وبيخوض معركه مع وعي دي ار هو، وجسده بيتشتت ومش بيعرف يهاجم شينج كويس. وشينج على ما بياخد باله كان كيو باي في حاله الباطن قدر يتحكم هو ورمى نفسه على رمح شينج وبيصيبه في قلبه. ساعتها كيو باي بيتحكم تاني في جسده وبيقول لشينج انه كان انضم لطائفة الشيطان علشان يحميهم، علشان يعرف خططهم ويحمي طلابه ومدرسته ووطنه مش اكتر، وان الاوان ان انه يموت خلاص. وفعلا بيموت كيو باي، بس دي ار هو بيظهر في هيئة بشعة ومخيفة. وولان ساعتها بامر من دي ار هو بيتحول لنبات سحري قوي جدا بيسيطر على شينج وبيحبسه جواه. وشينج مبقاش عارف يتحرر ولا يستخدم قواه الروحية، ومهما اصحابه واخوه عملوا علشان يحرروه مش بيقدروا. وهو كل ما يحاول كانت النبتة الشيطانية دي بتستنزف قواه، وحاسس بأصحابه بره بيموتوا واحد ورا التاني. وأول ما بتتملك منه رغبة الدفاع عنه وبيفتكر وعد لوكيو إنه يحميها لآخر العمر، وكانت يويه بتستخدم قوة البصيرة علشان تساعده، هنا شينج بتصحى جواه قوة الدم النقي للسلالة القديمة بتوهج زي النار، حتى عينيه كانت بتخرج منها نار قوية، وبيقدر إنه يدمر النبتة الشيطانية ويخرج منها ويهاجم دي آر هو. وقتها كان الكل اتصاب، ودي آر هو واقف مذهول من القوة دي جات له منين. وفجأة شينج بيقرب منه وماشي على الهواء حرفيا، وبرمحه الفض السحري بيطعن دي ار هو في قلبه ويقتله اخيرا بعد كل العذاب ده. ودي ار هو برغم قوته اللي انه ما كانش قادر يتحكم في نفسه ولا يدافع عنها، وقوة شينج كانت مقيدة. واول ما بيموت الظلام بيختفي والشمس بتطلع، بس يي كانت ماتت وبتتبخر في الهواء. وبتمر الايام وبقى شينج هو الحاكم والحامل جبل التنين والامبراطورية كلها. وبيفتكر اليوم اللي كان مع ابوه فيه ورجع الذئب الفض لوالدته، وبيتعهد بحماية الكل حتى لو كان حيوان ضعيف، وبيرجع يعيش مع كيو في قصر عيلته. وبعد سنين كان ابنه بقى نسخة منه بيجري وبيمر بنفس التجارب اللي عاشها مع ابوه. وكده يخلص الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبكم ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل جديد بنعمله.